في الكرخة الأولى، وهذا استنادا على القانون الذي يتم فيه حل الكثير من الوزارات التي سوف تتبع إلى مجلس محافظة بغداد في 15/8. هناك كثير من المشاكل تم تذليلها وحلها ووضعها من أجل حل رفع الجانب التربوي نحو أفضل، باعتبار المدرسة هي مدرسة القادة وهي صناع القادة المستقبل. هذا اليوم وضعنا الحلول، وضعنا اللجان التي في خدمة المدارس التي تخص قاطع الكرخة الأولى والكرخة الثالثة. هذا المؤتمر عشائري زادا كوادر تدريسية بحضور مدير عام تربية الكرخة الأولى مشكورا، والسادة أعضاء مجلس المحافظة ومجلس عشائر قاطع المنصور. الحقيقة هدف هذا المؤتمر أنه مساندة قطاع التربية وتلبية احتياجات المدارس من خلال التعاون بين مجالس العشائر والكوادر التدريسية، ويوجد دعم كذلك من حكومة بغداد المحلية، من محافظة بغداد ومجلس المحافظة لدعم القطاع التربوي لما له ضرورة كبيرة في حياة المجتمع العراقي وترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ العنف والتماسك فيما بين طوائف المجتمع. مسائل كثيرة الحقيقة، نحاول أنه من خلال مجلس نادي الغزالية أن نوفر أكبر قدر ممكن من تخفيف العبء على هذه الإدارات حتى ننهض بالمستوى التعليمي ونرقي مستوى أبنائنا الطلبة إلى مستوى أفضل من هذا المستوى. وبالتأكيد أكو تنسيق مشترك بين العشائر وبين مجلس محافظة بغداد، وأكو لجنة شؤون عشائر تعنى بهذا الموضوع. بالتأكيد هو من خلال مجالس العشائر ومجالس الإسناد العشائرية اكو تواصل يعني مستمر بهذا الجانب، وقدرنا ان نوصل الى نتيجه ونشكل لجان لهذا الغرض. الغايه من عندها ان نكون حلقه توصل بين الواقع التدريسي ومناطقنا والحكومه المحليه اللي تمثل مجلس محافظه بغداد. احسن كلمه بالعالم كلمه الام. اعظم انسانه بالعالم هي الام. الأم العراقية الحنونة الطيبة الطاهرة من عمرنا العمر. زين أنت اليوم عيد الأم، نعم، طلعت الصبح، نعم، عائدتها تشوت عائدتها، نعم، عائدتها الصبح وتريقت وياها وجيت على الشغل على باب الله، وراح أرجع بالليل أخذ لها هدية تليق بيها وبكرامتها إن شاء الله. زين إن شاء الله تليق بيها. زين أنت تشوف مجازي أمك؟ لا ابد ما تجازيها، مهما تكون ماكو 1%، 1% ماكو. نعم، هاي الام اللي شارتك ببطنها 9 اشهر زين وتحملتنا، ولحد هاي اللحظه هي اللي تسال علينا وهي اللي تعطي مصرف، مرات انه مرات تساعدنا ومرات تشوفنا ومرات تجينا لحد هاي اللحظه. تتمنى لها؟ اتمنى لها طول العمر يا رب العالمين. امه تعني الكثير، الحنان الطيبه الحب والعاطفه كل شيء تعني. نعايد كل امهاتنا بالعراق، وعايد امي من خلال شاشتكم الكريمه، أحب عايدهم. يوم الصبح طلعت عايدتها؟ هي أكيد طبعا. زين بالنسبة للمئوية قد أنت مجازي من تعب والدتك؟ والله تقريبا 0% ما مجازي. أها، أي نعم. إيش تتمنى لها؟ أتمنى لها الموفقية والسعادة والله يخلي لي إياها. تعني كل شيء، الحنان الحب الدفء، يعني كل شيء تعني لك. زين أنت اليوم الصبح طلعت الشغل، عايدتها؟ أكيد عايدتها. إيش تتمنى لوالدتك؟ والله اتمنى لها طولة العمر والصحة والسلامة، وربي يحفظ كل امهاتنا. تقدم جازي تعب امك بالنسبة للمئوية؟ لا، من جازي؟ انت ايش قدم جازي بالنسبة للمئوية؟ والله انا ان شاء الله، يعني مو انا، كل ولدنا ان شاء الله ما يقصرون امهاتهم، بس من جازيهن؟ ايش ما نعمل؟ ايش ما نسوي؟ من جازيهن؟ ربي يحفظ امهاتنا وامهات كل شاب عراقي. لهم يعني كل شيء بالدنيا، اهم شيء بالدنيا هي لهم. زين ايش قد انجازي من امك بالنسبه للمئويه؟ جازي تعبها قليل. ايش قد تقريبا؟ 50%. 50%؟ اي. ايش تتمنى لها؟ طولة العمر ان شاء الله والصحه والعافيه. وقت بالمستشفى انا يعني صار شهر والله مريضه، ازمه قلبيه، واي بالمستشفى، فعايتها بالكلام الشفاف يعني بالتليفون. ايش تتمنى؟ اتمنى قومها يعطيها الصحه والعافيه، وكل امهات العراقيين ناضله، لان امهات العراقيين هاي كل الامراض اللي صارت بيهن من وراء هالحروب، من وراء هالمشاكل، من وراء هالعراق اللي جريح، صار له 40 من اكثر من 40 سنه.
يعني ما حد ما نصفه. هاي الامهات اللي فقدن كل واحد 4 و5 وكل بيت فقد 4 و5. كان يقولون كان قبل يقولون كانت العله كانت النظام السابق ولا النظام السابق. اجى هذه الفتره النوب 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 زادت المآسي وزادت الايتام وزادت الارامل بسبب هالوضعيه، والام الله يساعدها. ايش قد مجازي تعب امك بالنسبه للمئويه؟ مجازيها؟ ايه جوا الصفر كل شيء ماكو مجازي، يعني اذا سويت شيء وما اريد اقول شنو يعني هم مجازي. هاي ام النبي، احنا مو احنا سيد البشريه، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وال بيته قال الجنه تحت اقدام الامهات. مناسبه عزيزه علينا هاي الام، يعني الام حق ما قال بحقها، يعني الام مدرسه اذا عدتها عدت تجينا طيبه العراق. فالام يعني ما تنوصف الام بحنانها، وخاصه الام العراقيه. الام العراقيه يعني معروفة بحنانها. كلمة أمي. أمي كل حياتي. شو اسم أمك بالبيت؟ أمي يعني شمعة البيت. شو اسميها؟ يمه، ماما، أمي؟ لا يمه، كلمة العراقية يمه. 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 تتردد بهاي الكلمة تقولها؟ نعم. نعم هواي هواي. يعني إذا يوم من الأيام ماما حكيت هاي أو يومين أو ثلاثة. إي. ما ترددت على الثانية. ما أعتبره يوم. ما أعتبره يوم يمر علينا. ما اعتبره يوم، انا اذا يومي اذا ما اتصل بيها واخابرها ما اعتبره يوم. شو تريد تجمع؟ شو تريد تقول؟ ما اصور راح توصل ولا 1% لوصف امك. ان هاي الام اللي ربت وتعبت وسهرت. يعني الام ما اصور اكو انسان يقدر يجازي امه. رغم اني طبعا قبل 10 ايام كانت الذكرى السنويه الاولى لوفاه امي. واني بهذه المناسبه طبعا ادعو من الله سبحانه وتعالى ان يهدي كل الابناء لرضاء والديهم وبالاخص الام. الام فشيء انا اعتبره يعني شيء الهي، لان الله سبحانه وتعالى وصى بالام. كان الحياه كل شيء مو زين. ايش قد مجازي امك بالنسبه؟ كان شيء اقول لك شو الجازيه هي يعني قليل بحق. فما تقدر توصف هذا الشيء. لو تشعلها العشره شمع فهي هاي الام. ايش تتمنى لها؟ والله هي طولت العمر، لان هي شمعة البيت، وش توصف بحقها فهي قليل. والله هي الام تقريبا مو بالنسبه لي، بالنسبه للكل يعني تعتبر يعني فد شيء مو يعني الاساس او المنطلق اللي الكل تقريبا يستمد من عند القوة والتفاؤل بالحياة الجاية والجديدة. وإن شاء الله كل خير، نقول يا ربي يعني هي إن شاء الله سنة خير على الأمهات، يعني أمي والدتي وعلى كل أمهات العراق إن شاء الله خير وبركة، يعني عيد يعني مبارك عليهن، وإن شاء الله سنة خير يا ربي. نتمنى وندعي من الله أن يكون سنة خير. هو أحلى شيء هذا عيد الأم، وأحلى ذكرى هاي عيد الأم، لأن الأم ربت وتعبت وكبرت. نادم إحنا قلت مثل نذكر هذا اليوم السعيد بعيد الأم، وإن أي شيء نقدر نقدمه للأم هو قليل بحقنا. خابرتها غنيت لها كل عام وأنتي الحب، وهسه دافتر بالسوق داريد ألقى لها هدية. هو ماكو شيء يوفي الأماية بس شيء يفرحها. وانصح الناس كليتهم تشترون هدية لأمكم، لا تشترون شيء للمطبخ وشيء للبيت، تشترون لها فد شيء لذاتها على تعبها. والله يوفق كل الأمهات إن شاء الله يا ربي، ويخليهم إلنا ويحفظ باقي الأمهات ويرحم المتوفين. والله هي الدنيا بلا أمايك ما تسوى كل شيء، فقلت لك الله لا يحرمنا من عندها يا ربي إن شاء الله. الأيام بلاها ما تنحسب. إيش قد مجازي أمك بالنسبة للمئوية؟ ولا 1%، ولا 1%. كل اللي أسويه بدنيتي حتى أريد أرضيها، والله ما تتجازى الأم. اكيد اهم شيء لهم شمعه، هذا مو لهم يعني الحياه بدونهم صعبه، يعني الانسان بدون ام كلش صعبه. زين ايش تتمنى لهم؟ والله الصحه والعافيه اهم شيء. يعني ايش قد مجازي تعبه بالنسبه؟ لا والله خطيه مجازي، شو مجازي مقصر كل شويه. مقصر طبعا كل شيء مقصر. زين شو شويه راضي عليك انت مقصر يا اعترفت؟ والله الحمد لله وشكر راضي يعني، بس هي انا مقصر هواي وياها. الام مهمتك شو بنسوي لها يعني ما تكافئها. يعني امي أعز الناس لي طبعا، فيعني قدم لها السعادة واليوم العيد الأم، وإن شاء الله كل العراقيين تعبت علي ربتني من أنا صغير لحد ما كبرت. إيش تتمنى لها؟ أتمنى لها السعادة إن شاء الله. عايدتني بنتي وعايدت أمي مرة كبيرة بوستها، هسه داخلها هدية وأروح، ونعايد كل الأمهات التعبن ويا ولدهن والضحان إن شاء الله، الله يطيهن الصبر والعافية. زين اليوم اللي مثلا والدتك اليوم اللي مصحين بيومه شنو اللي
لك هذا اليوم؟ ويمرض قلبي من اقول يمه هيجي ودمعتي تنزل. الام عزيزه ما تتعوض، حتى لو كنوز الدنيا ما تتعوض الام. زين انت هي تعبت عليك؟ طبعا تعبت لحد الان. لا وبعد نهايه ايش قد ما اتعب ما جازي. والله انا ايش قد ما ارجع لها ما كفي، ما كفي، يبقى ايش قد ما ارجع لها ما يكفي. واتمنى لها انه العمر الطويل والصحه والسلامه معك اكثر. بمناسبه عيد الام اليوم اكو زخم مثلا شراء الهدايا للام؟ اكيد هذا الشيء اكيد، لانه كل المجتمع العراقي بالذات انه يحب انه يودي هدايا ويشترون كل واحده لولدتها لعمتها لخالتها، لانه كلهن امهاتهن يعتبرها. وانا اشتغل محل نسائي ف موجود هذا الشيء. ما راح نوفيها وما موفيها لحد هسه، ولا راح نقدر نوفيها تعبها وسهرها. واني هم امهم جايه اشوف اني ايش قد اتعب وايش قد يعني بالتربيه، ما نقدر نوفيها حقها ابد. ايش تتمنين؟ اتمنى لها الصحه والعافيه وان شاء الله الجنه مكانهم. ايش تقولي لها هسه؟ اقولها كل عام وانت بخير يا احلى ام، وان شاء الله على جبل عرفه السنه الجايه، لان هي هاي امنيتها. الام هي الارض يعني، هي النبته، هي كل شيء يعني. اوكي زين، اليوم مثلا اذا كانت موجوده ايش راح تقدمي لها او ايش راح تقولي لها؟ محمود درويش عنده مقطع من قصيده يعني، هي عنوانها يقول لا تعتذر الا لامك، فانا اعتذر عن كل شيء. مقصر ويا امك؟ لا ابدا بالعكس. راضي عليك؟ اكيد. لو ما راضي احنا مو بهالصحه هاي والعائله الجميله. اتمنى لها ان تكون في جنات الله في عليين. انا هسه ايش قد ما اسوي، ما مقصر بحقها. مقصر. زين هي راضيه عليك؟ الحمد لله. لو ما راضي علي الله ما يوفقني. ايش تتمنى لها؟ كل الخير ان شاء الله، طولة العمر. ايش تصيح لها بالبيت؟ اني؟ كل شيء اصيح لها، لان هي كل شيء لي. هي الاصل يعني، هي الاصل وهي ربتنا وعلمتنا على الحنان وعلى كل شيء. شو وعلى تعني لك؟ والله هي رمز لي. شلون تعني؟ تعني لي كل شيء. يعني بكل شيء تعني لي، بالطلعة بالطبد، هذا غلط هذا صحيح، هذا يصير لك هذا ما يصير لك، مشترك يعني تاخذ لك حاجة تقول لك هذا إلك هذا مو لك. طبعا راضي الحمد لله وشكر، واهم شيء راضي علي وانا راضي. طبعا العشون واهم شيء مجازات تعب، ولحد انا واحد ما ينسى، خاصة اذا كانوا زينين عليك ما تنسى يعني، حتى اذا في مدة طويلة ما يعني ما تنساهم.